ما بقيناش معاه نتواصلوا. حتى تنتفاجئوا في الدوره ديال ماي على التلاوه ديال رئيس المجلس ديال واحد اللائحه اللي الاسماء ديالها داخل الدوره، المستشارين في الدوره ما سمعوهمش كاملين، كانش التصويت ما كانش على ديك اللائحه بالطريقه السليمه وكان خارج الاجل القانوني. ولكن راه مجموعه من الشباب اللي فاعلين وكانوا ناشطين سواء في الجمعيات المجتمع المدني او الشبيبات الحزبيه، يعني خدامين في مدينه القنيطره، وما تلقاوش حتى تيتفاجئوا في ديك اللائحه، ما تلقاوش راسهم في هذه اللجنه. كل شيء كان حاضر الا التشاركيه. وقع حمزه مؤخرا هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، تم اختيار هاد الناس هادو اللي الآن يسيرون هاد الهيئة هادي، ما كانش تفصلنا هذا الاستبعاد ديالك واش كان، ما نعرف ما بغاش تخرج لي. شكرا سي عمر على هاد السؤال، واخا من الصعب أنني نجاوب عليه حيت المعايير اللي تم بها الانتقاء للرئيس هو اللي يقدر يجاوب على المعايير اللي تم بها الانتقاء. غير انه لابد من الاشاره على انه في الدستور ديال 2011 جاء بالديمقراطيه التشاركيه. هذه الديمقراطيه التشاركيه هي واحد الوسيله جديده اللي غادي تخلي من الديمقراطيه التمثيليه الممثله في المنتخبين انهم يقوموا بواحد الاليه التشاركيه باش يتشاوروا مع الشباب ولا مع المجتمع المدني ويقدموا واحد البرنامج ولا واحد السياسة غادي يوجهوها يقدموها بشكل اللي هو تشاركي. غير انه ومؤخرا في هاد اللجنة كل شيء كان حاضر الا التشاركية، يعني الغاية باش تم التنزيل ديال، هنا غادي نهضروا على التنزيل ديال المقتضيات ديال الدستور وديال القوانين التنظيمية اللي جات في القانون 113-14 المؤطر لعمل الجماعات. جات هاد اللجنة ديال المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع كآلية تشاركية اللي غادي يكونوا فيها واحد المجموعة ديال الأعضاء من الهيئات ديال المجتمع المدني والمواطنين، اللي من خلالها غادي نتشاوروا في برنامج العمل، غادي نتشاوروا في عدد من الأمور، ولكن خلاتها فاك، خلات الصلاحيات فاك، يعني كل شيء تيبقى في يد الرئيس. هنا في جماعة القنيطرة ومع المجلس الجديد صراحة استبشرنا خيرا من بعد ولايتين أو سنوات إيجاف مع المجلس السابق الغير مأسوف عليه، استبشرنا خيرا، قلنا غادي يكون هناك تغيير، غادي يكون هناك إرادة من أجل المجلس الجديد أنه يقطع مع الممارسات اللي كانت في المجالس السابقة، أنه يفتح قنوات تواصل مع الشباب. جات هذه المناسبة ديال الهيئة وتم الإعلان في الموقع الرسمي على استقبال الترشيحات. كأي مواطن ولا كأي شاب قنيطري مهتم بالشأن العام، مشيت قدمت الترشيح ديالي بمعية مجموعة من الشباب. انتظرنا أنه غادي يكون هناك تواصل، غادي يعيطونا يتواصلوا معنا على الأقل، شكرا حيت قدمتي لنا الترشيح ديالك وحنا راه ما قبلناكش لإدات، كاينين الناس اكفاء عليك، كاين الناس حسن منك اللي يقدروا يكونوا في هذه اللجنه، لكن حتى حاجه من هذا الشيء ما وقعات. تنتفاجئوا في الدوره ديال ماي على التلاوه ديال رئيس المجلس ديال واحد اللائحه اللي الاسماء ديالها داخل الدوره، المستشارين في الدوره ما سمعوهمش كاملين. كان واحد الجو من الشوشره، راه نتوما كاعلاميين راه غادي تكونوا حضرتوا للدوره، شفتوا الطريقه كيفاش تم التمرير ديال ديك اللائحه. حتى التصويت ما كانش على ديك اللائحه بالطريقه السليمه وكانت خارج الاجل القانوني حسب تصريحات ديال بعض المستشارين. للاسف كنا كننتظروا واحد الصوره ارقى على جماعه القنيطره، واحد الصوره اللي كنطمحوا ليها. احنا بصح مدينة القنيطرة تستحق الافضل او تستاهل حسن، كيف احد الاحزاب دارها في شعار، بالفعل القنيطرة تستاهل حسن، ولكن القنيطرة كتستاهل حسن بمسيرين احسن، بمدبرين الشأن احسن، يفقهون القانون، كي عندهم واحد السياسة تواصلية اللي ما يمكنش تكون عليها اجماع، ما يمكنش يكون رضي الجميع، ولكن على الاقل كتشوف البوادر ديال واحد السياسة اللي هي تواصلية مع المجتمع المدني ولا مع مختلف الاطراف ديال المجتمع المغربي او المجتمع القنيطري بصفه خاصه. طبعا كيف ذكرت انه تم الاستعجاب على هذه اللائحه وما لقيناش معاه من نتواصلوا،
صراحه ولجئنا للمسطره الاداريه ورسلنا السيد رئيس المجلس البلدي كاستفسار فقط، بغينا غير نعرفوا المعايير، بغينا نشوفوا داك الناس اللي كاينين تما كيفاش تم الانتقاء ديالهم وكيفاش دوك الناس تم الاقصاء ديالهم. الهيئه كتكون من 41 وحسب التصريحات ديال اعضاء احد المستشارين انه كان 125 طلب ترشيح. يعني داك الناس شنو واش لا يصلون المقام انهم يكونوا في واحد الهيئه اللي هي استشاريه، اللي هي فقط استشاريه وبدون مقابل، اللي حنا تنعرضوا راسنا على الجماعه، ها حنا سيدي بغينا نعطيكم افكار، بغينا نعطيكم مقترحات من اجل تجويد العمل الجماعي. يعني على الاقل رفضتوا هذه المبادره غير تواصلوا معنا وقولوا لنا ها شنو كاين وشنو كاين. للاسف ديك طلب استفسار اللي وجهناه للجماعه ما لقينا حتى شي جواب، يعني حطيناه في مكتب الضبط نورمالمون غادي يوصل للرئيس، رئيس خصو يجاوبك ولا يتواصل معك، حطينا له رقم ديال من اجل التواصل. كاين توقيعات ديال واحد العدد من الشباب اللي فاعلين داخل مدينه القنيطره ولا يختلفوا عليهم اثنين، ما غاديش نذكر الاسماء باش نخاف مخافه ان ننسى شي واحد، ولكن راه مجموعه من الشباب اللي فاعلين وكانوا ناشطين سواء في الجمعيات المجتمع المدني او الشبيبات الحزبيه، يعني خدامين في مدينه القنيطره وما تلقاوش حتى شي تفاجؤوا في داك اللائحه، ما تلقاوش راسهم. انا شخصيا ما غاديش نعلق على على الناس اللي كاينين في اللائحه. علاش؟ حيت داخل داك اللائحه كاينين ناس كنحترموهم، كاينين ناس سبقونا وناس كنقدروهم وكنحترموهم ومن الاطر اللي هي غادي تخدم المدينه، ولكن كاينين الناس اللي دخلوا عن طريق القرابه، دخلوا عن طريق الصداقه لبعض اعضاء ديال المجلس سواء قرابه عائليه او صداقه مع مستشاري باش لقاو راسهم في ديك اللائحه، زعما نكذبوش، ولكن هذا لا يمنع انهم كاينين اطر وكاينين كفاءات اللي كنفتخروا بهم، حتى حنا كنفتخروا بهم داخل مدينه القنيطره، خدامين في المجتمع المدني، خدامين في الهيئات السياسيه ديالهم، يعني هادشي ما غاديش نختلفوا فيه. المطلوب الان هو حنا كنأسسوا لواحد النموذج تنموي جديد، كنأسسوا اننا غادي نديروا قطائع مع بزاف ديال الامور. يعني في حاله الممارسات راه كتردنا اللور، حنا في 2022 كنشوفوا في حاله الممارسات. من بعد ما تمش الجواب على الاستفسار صراحه تلاقيت بسيد رئيس المجلس البلدي وتواصلت معاه زعما كاستفسار ويدي انه شنو هما المعايير زعما، وللاسف ما تلقيت واحد الجواب اللي هو مقنع، ولا طريقه الجواب كانت غير مقنعه، كان فيها واحد النوع من التعالي. نتمنوا انه السيد الرئيس يستدرك هذه الامور وانه ينفتح للشباب، ونحن كننتظروا انه ينفتح علينا ويسمع الافكار ديالنا، وحنا يدنا ممدوده لجماعه القنيطره، ماشي لرئيس المجلس البلدي ولا المستشاري اللي معاه، جماعه القنيطره لمدينه القنيطره، حيت عندها مكانه خاصه في القلوب ديالنا، وحنا ولادها تربينا فيها وقرينا فيها ونقزنا في الشوارع ديالها، الا واننا بغينا نشوفوها في الاحسن ونشوفوها تضاهي المدن العالميه، ماشي بحال اللي قال واحد الرئيس السابق، بالعكس تولت لا تضاهي حتى مدن المغرب. انا كنشوف واحد الاوراش اللي هي مازال مفتوحه، مازال ما تمش الانتهاء منها، للاسف زعما مازال كننتظروا انه يكون واحد التواصل، مازال كننتظروا انه يكون واحد البرنامج عمل اللي هو واضح منبني على انخراط الشباب، على برامج اللي كتخدم الشباب، برامج اللي كتخدم مدينه القنيطره. يعني هادشي اللي كاين زعما بخلاصه سي عمر، هو هادشي كيظهر، هادشي كيظهر كيف قلنا من بعض الاسماء اللي كاينه. طبعا كاين كيف سبق قلت انه كاين اسماء محترمه، ولكن بعض الاسماء اللي تتربطها علاقات ببعض المستشارين، يعني هنا كتشوف انه حتى الديمقراطيه التشاركيه اصبحت موجهه، اننا غادي نختاروا شكون اللي غادي حنا نختاروا شكون نتشاوروا معاه، اختار صاحبي الفلاني وصاحبي الفلاني وهذا وهذا، غنختار شكون غادي نتشاور معاه، داك اللي يقدر يختلف معايا ولا يقدر يعبر على رايه بحضوري ويقدر يقول لي لا ويقدر ينتقدني، هذاك ما عندنا ما نديرو به. غادي يبغيو اللي غادي يقول لي اللي العام زين الله يبارك في كل شيء، ولكن انا زعما واخا حاولوا انهم يديروها على المقاس، كاينين الناس داخل داك اللائحه وغادي يرفضوا انه تكون شي حاجه ضد مصالح المدينه.